وصل الحصار إلى حبة البيض، ووصل أيضا إلى التجار بمناطق سيطرتها. هكذا هي الميليشيات السلالية، لا تريد لأحد أن يعيش إلى جوارها بالبلد. فمنذ أكثر من أسبوعين بدأت بمنع التجار الذهاب بمنتجاتهم من البيض إلى المناطق المحررة، ومنها تعز التي ارتفع فيها قيمة البيضة الواحدة إلى 200 ريال. في ظل همجية ميليشيا الحوثي أصبح تجار البيض الآن من ضمن الخاسرين بسبب عدم إيصال بضاعتهم إلى المناطق المحررة. الآن وصل البيض إلى ما يقارب من 4200 ريال، ما كان صعبا جدا على المواطن أن يتم شراء الطبق البيض. كذلك غياب دور الشرعية بعمل حلول مثل هذه المنتجات أو الأشياء الضرورية اليومية. الحصار على تعز يكلف 40% من قيمة المنتجات المحلية بسبب الطرق. اليوم يضطر التجار لإيصال هذه المادة عن طريق الجوف ومأرب خشب ووعدن، مما يضاعف السعر مرتين، إضافة إلى ما يذهب نتيجة طول الطريق وعورتها. فالحوثيون لا يريدون التضييق على الشعب فقط برفع الأسعار والاحتكار، بل ذهبت إلى رؤوس الأموال والتجار لمحاربتهم بأرزاقهم وأرزاق العاملين معهم. فكم هي الخسائر التي تكبدوها بسبب هذا المنع؟ لأن البيض لا يخزن ولا ينتظر لمدة طويلة. نحن ندخل البيض بسعر ناقص، لكن الآن مع الطريق ما هي مقطوع، ما نقدرش ندخل البيض إلا عن طريق مأرب، ما نقدرش ندخله إلا بتكاليف نقل زيادة على مكان، يعني 3 أضعاف على ما كنا ندفع له البوابير. المشكلة إنهم مانعين دخول البيض بشكل نهائي، حتى المزارعين الحوبان وغيرهم ما يقدروا يسوقوا البيض للمناطق اللي عندنا، فالبيض عندهم اتكدس، والآن البيض عندهم خرب، ما قدرناش يوفروا للمناطق المحررة اللي عندنا، ما قدرناش يوفروا لحبة بيض. هل هذا المنع والحصار هو البداية للاستيلاء على هذا القطاع؟ بعد استيلائهم على النفط والغاز والكثير من الوكالات والأسواق والأراضي، لينعموا بالأموال وليكون الشعب اليمني عاملا بالأجر اليومي معهم. فعقيدتهم الباطلة تقول أن كل الأموال من حقهم، وبقية الناس يجب أن يكونوا عبيدا لهم.